كابتن محمد، يمكن رحلة طويلة من العطاء. اه والله. وشايف حضرتك استرجعت ذكريات طويلة و مسعد وجمال الحقيقة. الله يرحمه. وكمان يعني أكيد في محطات هي أبرز في حياتك أو بتعتز بيها، إيه المحطات اللي لا لعيب بقى ولا مدرب؟ ناخد واحدة واحدة كلاعب. كلاعب طبعا أنت نادي هليوبوليس إحنا ما كناش بنطلع غير مثلا السادس السابع، وإلا لما سافرت أنا وكان فوز جيمس بيلعب معانا وماجد ندى، فوز جيمس بطل هاندبول. لما بطل هاندبول بقيت عندنا احنا كنا 8 ولا 9 لعيبه بس. بدا الفرقه تنزل درجه تانية يعني، لغايه لما جه الجيل بتاع سنه 66 اللي هو ايمن فاروق ومحمد رفعت وشريف فاروق وعملوا نتائج وطلعوا بالفرقه. لما انا رجعت من الامارات كنت راجع نادي هليوبوليس يعني، فالنادي الاهلي قال لك عايزين الشريك هو نادي الزمالك. فحتى نادي الزمالك عرض 10,000 جنيه والنادي الاهلي كابتن طارق سليم الله يرحمه قال لي 7,000، قلت له ان شاء الله 5,000 هاجي الاهلي يعني. وبعدين رحت بقى النادي الاهلي فسالت سؤال، يا جماعه انتوا ما اديتوش نادي هليوبوليس اي حاجه، فادونا فانيلات او ادوا نادي هليوبوليس يعني فانيلات وشورتات وشرابات، عارف دي 16 يعني فاتبعت ب 16 فانيلا و16 شورت. فالحمد لله يعني ده كان يعني ده كان مقابل انتقال يعني نظير انتقال لا هم كانوا خلاص كنت خدت الاستغناء وكله مشيت وحاجات كده، كانت الروح جميله بين الانديه. فطبعا بقى لما رحت النادي الاهلي كان النادي الاهلي معزز الصفوف اساسا بخالد عبد الخالق وعاصم السعداني وعاطف عبد الرحمن حارس المرمى، واحنا رحنا كان في بطوله مصر بطوله افريقيا في مصر سنه 83 اللي هي احنا لعبنا على الاستاد وعمرنا ما كنا اتمرنا عليه الحقيقه اللي هو السله الخارجيه فخسرنا. انت بتتزحلق يعني، هم الجزائريين وساحل العجب وكل الفرق دي بتتمرن على الترتان سهل يعني. فاتغلبنا فلعبنا يعني كملوا الدوري في سبتمبر اول سبتمبر، فده الدوري الوحيد اللي خسرته. بعدين كسبنا 4 دوري وكسبنا بطوله افريقيا، وفي النص في سوري اخر حاجه كان في دخلوا المرتبط مع نتائجه مع نتائج الدرجه زي اللي بيحصل دلوقتي. زي دلوقتي. فدي كانت اول سنه كان عاشور الاشول بتاع النادي الاهلي، الفرقه كانت جامده الحقيقه. ياسر صلاح مش فاكر بس بالرغم ان حضرتك لعبت 5 سنين في الاهلي يمكن لا لعبت 8 بس ما هو بس في سنتين المنتخب كان واخدنا. ما انا قصدي على كده، وسنه كنت بقى مخبوط في اللي هي في بطوله افريقيا اللي احنا كسبناها صبح. عندي كان كسر في الضلعين يا خبر ابيض في ماتش السنغال الحقيقه. والحمد لله بس يعني قصدي اقول ان هو يعني عملت تاريخ كبير مع النادي الاهلي فتره قصيره. اول النادي الاهلي يعني انا مش هقول ان انا ده احنا كنا يعني كنا فرقه جماعيه، وبعدين مدربين بقى ايه كابتن خليل زكي الله يرحمه، وبعدين كابتن طلعت شتا، وبعدين جابوا واحد من بولندا اسمه ادوارد برده كان مدرب كويس قوي، وبعدين جمال شمس تفرغ اللي هي السنه اللي كسبناها بالمرتبط دي، جمال شمس تفرغ للفريق الاول. كان كابتن صالح قال واحد فيكم يبطل يعني، فجمال قال لي انا بطل وانا اللي همرن يعني. والحمد لله الحقيقه يعني كنا ماشيين كويس. بعدين الجيل اللي جه بعدينا بقى اللي هو كان سنه 90 اشرف عواض ومحمد، ده الجيل اللي احنا عارفينه كله بقى، ده بقى اللي كسب بقى كل حاجه دوري بالزبط. وكاس احنا ما كسبناش كاس يعني، الفرقه دي ما كسبتش كاس. بس هو دايما الدوري بيبقى هو البطوله الاكبر لاي لاعب يعني، هي البطوله الاكبر واللي نفسها اطول طبعا يعني، فاهم ازاي؟ وبيبان فيها يعني مستوى الفريق الحقيقي لانه بيبقى نفس انت طبعا. المستوى مثلا الاهلي والزمالك سيبهم في حته في الاهلي والزمالك تلاقي اللعيبه مثلا 3 في كل مكان، ولو عنده نقص بياخد من الفريق اللي تحت، عنده فرقه مثلا مرتبط كويسه قوي. لكن انت في نادي هليوبوليس مثلا العدد عندنا مثلا ما يجيش 16. كابتن الصوره دي مثلا يا كابتن تعليق حضرتك عليها، دي كانت فين دي زمان بقى؟ دي سنه 74 لما اتجمع المنتخب اول مره، وكان الدكتور حسن مصطفى راجع من لايبزيج والدكتور عبد الفتاح عبد الله زعل ومشي، فكابتن حسن مصطفى بقى ايامها هو اللي ايه اللي درب. يعني طبعا انا شعري كان بص شكله وحش ازاي، انت حضرتك اللي على الشمال خالص نمره 8 رقم 8 ده كابتن اليوبي بعدين ده المهندس حسن صقر كان وزير الرياضه، وكابتن فتحي الصاوي، كابتن طلعت شتا كان كابتن يعني الفرقه، اللي لابس الترنج اللي هو يعني الغامق ده حسن صقر. انا اول مره اشوف صورته وهو صغير كان رئيس جهاز الرياضه صح. بعدين كابتن طلعت شتا وكابتن جابر سعيد وكابتن محسن نور وكابتن صلاح مصطفى الله يرحمه بتولي من الاولمبي، وكابتن حسين لبيب
كابتن مسعد الله يرحمه، كابتن جمال حسين ده كان اسيوط بعدين راح الزمالك. يعني كابتن حسين لبيب اللي مشبك ايده. ايوه اللي مشبك ايده. يا جماعه ده يا جماعه التاريخ ده ما شاء الله حاجه جميله جدا. حاجه خلي بالك انا يعني حسين كان عام مواليد 55 وانا 56 الباقي كله 52 بقى وكابتن طلعت ربنا يديله الصحه. كنتوا اصغر ناس. 45 او حسن صاري 50 كده يعني، كابتن اليوبي 47. يعني متهيألي دي يعني يمكن من البطولات المهمه برضو في حياتك يا كابتن. خلي بالك برضو انت كنت صغير. كنت صغير قوي. وكان يمكن في البدايات بتبقى مهمه جدا للاعب انه يشارك مع منتخب مصر في سن صغير. بس خليني اقول لك كابتن، طفره كره اليد يعني شهدت يمكن يعني من اول الثمانينات كانت مصر. لا ما انا احكي لك بقى. لا يعني لو وانت كمان باسكت، اصل الباسكت نفس الحكايه. اقول لك ليه، انتوا عندكم كان صالات كتير بتتمرنوا فيها. صحيح. يعني مش جيلك انت طبعا اصغر مني بكتير. الجيل بتاعنا احنا ما كانش فيه صالات. صحيح. كنا نتمرن في الرمله وحمره وبعدين عشان بطوله افريقيا نروح نلعب مثلا دوره في باكوس في اسكندريه برضو رمله، تطلع بقى هناك في الجزائر او تونس ملاعب اللي هي كانت باركيه زمان نكسر الدنيا وتتغلب غلب فظيع. تتغلب. فجي كان الدكتور حسن، كان حسن مصطفى من سنه 74 لغايه سنه 83 هو المدرب. عايز يعمل حاجه طفره مش عارف. أنا بقول يعني عارف هو اللي خلى الفكره عندنا ان احنا الدفاع اهم من الهجوم.